في أخبار الجهات، عقدت صباح اليوم الهيئة المديرة للدورة 37 لمهرجان قفص الدولي ندوة صحفية قدمت فيها تفاصيل الدورة، والتي من المنتظر أن تنطلق في 17 من جويلية، على أن يكون الاختتام في 6 من أوت القادم. عندنا مثلا الافتتاح لطفي بوشناق، الاختتام زهرة الأجنف، عندنا الفنان المغربي والنجم سعد المجرد، عندنا من النوع الشبابي عندنا لطفي دوب الكانون، عندنا بلطي، عندنا وليد التونسي، عندنا زاد نجوم من الجهه اللي هما معناها في الفن الشعبي حابين نعملوا سهريه متكامله معناها تجمع ابرز الاسماء في الجهه. هذا وكشفت الهيئة المديرة للمهرجان على هامش الندوة جملة التحديات والصعوبات التي رافقت فترة عملها، على رأسها العائق المادي الذي أثر على نوعية العروض وفق تصريحاتها. تشكلت منذ شهر وأعدت برنامج من النوع هذا، هو بطبيعته يدافع على روحه البرنامج. نتصور معناها هو تحدي كبير برشا، مع إضافي حاجة إضافية أنه المداخيل بريسك معناها ضئيلة وضئيلة جداً.